هلا بالحبايب، مستعدين هنطير الزغاليل بتاعتنا. طبعا انا امبارح طيرتهم تقريبا كانت الساعه 4، فالشمس كانت حاميه، دلوقتي الساعه 7 الا ربع، الشمس هدت دلوقتي، فاكيد هيطيروا احسن. طبعا انا عندي قصين، قص بيطير وقص لسه ما رماش ريش، يعني يا دوبك بيكشف السما. حاجه مهمه قوي بالذات اللي بيطير الحمام لازم تبقى موجوده عنده. طبعا في مجموعه حاجات انا جبتها، بس من اهم الحاجات اللي انت تجيبها لو هتطير حاجه اسمها لوهيدران او هيدروسيف. انا ما لقيتش الهيدروسيف ده، محلول جفاف لما بيحصل نهجان او طيران محتاجين نعوضه بمحلول الجفاف. هنفتح دلوقتي، احنا قلنا اسمهم ايه، اسمهم ايه، دي وده اللي هم طاروا المره اللي فاتت، اسمهم ايه، سماره واليس. يا ريت تقولوا لي دولت، يعني ده ودي هنسميهم ايه. هنشوف اللي طاروا اهم، ركزوا بقى معايا فيهم، احنا عايزين نشوف هيقعدوا وقت قد ايه. انا المشكله بص هم بعدوا اهو. هقول لكم حاجه برضو انا عملتها امبارح وحبيت ان انا اشوف معاكم، انا يعني عايزاكم تركزوا معايا في الطيران. بصوا هم بعاد وعاليين، زي ما بقول لكم اللي بيقول الزاجل ما بينجمش ومش بيعلى، انا عن تجربتي بصوا هم بعاد هم لفوا كده. عن تجربتي ان كل ما كان مكانك عالي كل ما الحمام عالي معاك. بعاد جدا يا جماعه، يعني جايبين بصوا انا بنظري شايفاهم هم هيقربوا، هتستكشفوهم دلوقتي لما يقربوا علينا. اهم طيرت ايه بقى امبارح؟ كنت مطيره القص ده مع قص بلدي، واهم شايفينهم. مش عارفه الكاميرا جايباهم ولا لا، اهم فوق جم كده شويه. كنت مطيره مع قص عقبال ما يجوا بقى عشان هم بعيد. كنت مطيره مع قص القص ده وده تحتيه بيض، كنت مطيره معاه قص بلدي. معاك حق، عشان في ناس كتبوا لي في تعليقات قالوا لي البلدي بيخليه، لكن طبعا انا بس كان عندي العين زي ما انتم شايفينها واحده، ما قدرتش اتحكم افصل الحمامه البلدي وخلاص بقى ايه، راحت لنصيبها. الحمام اللي هيتاكل يعني راح لنصيبه. ودولت لسه زي ما قلت انا مش ههش ولا اطير ولا اي حاجه. فانا لما طيرته مع البلدي رجع قبليهم، والقصوص اللي تحتيها بيض، فانا مش هطير بعد كده قصوص تحتيها بيض او زغاليل مع زغاليل لسه بتطير. اللياقه البدنيه او الشباب اللي هي بتتعود على الطيران بتبقى نفسها اطول، او مش فكره نفسها اطول من وجهه نظري، اللي تحتيه زغاليل او تحتيه بيض بيبقى عنده مهمه تانية. اهم شايفينهم عاليين ازاي؟ الكاميرا زغللت ولا ايه؟ انتوا شايفينهم ولا لا؟ هم هو بس بيعلى وعاليين وبيجي لورا، فانا مش عارفه بس اوريلكم، بس انا عايزه احسب اما يرجعوا هياخدوا وقت قد ايه. اهم لفوا وجم هناك، شايفينهم؟ استنى، جم ورا العمارة. فبيبقى وراهم مسؤولية تانية فبترجعهم. فأنا مش هطير لا بلدي ولا هطير أصوص تحتيها زغاليل مع الشبابات اللي احنا بندوربهم. وهجهز، أنا جبت سقاية أهي ماشي مع كيس، هو المفروض السقاية دي لتر، فأنا هحط نص كيس بس، لأني هو ممكن نحط كيس على لتر مش مشكلة، او اقسم اصل هما مش كتير وانا مش حابة ايه يتركن. بصوا بعده هناك انا مش عارفة، يعني انا من بعدهم يا ريت كان عندي مجموعة كنت فرجتكم عليهم على جمالهم يعني، بس يعني بحاول اوري لكم خطوة بخطوة انا بعملها في تدريب الحمام. في حاجات مهمة طبعا هنستخدمها علشان نحسن اللياقة البدنية بتاعة فرد الحمام ونخليه قد السباق، والناس اللي بتريق علينا وانتي معاكي حمام بلدي، خلينا نشوف، او اللي بيستقلوا بالحمام اللي عندي خلينا نشوف السباق، وزي ما بيقولوا كده في لغة الغية القفص هو اللي بيحضر، صح ولا لا؟ يلا انا خدت بقى الموضوع تحدي، ان شاء الله هروح قريب وهصور الاحداث وانا رايحة اعمل كارنيه النقابة الاتحاد الزاجل، وهنطير وهنسابق ونعمل شغل حلو ان شاء الله باذن الله. يعني هو طبعا المفروض الحمامه ديت ما تبقاش راكنه كده، الحمامه دي كتكوته اللي هي جات لي من كام يوم، بس انا مش عارفه اوديها فين بصراحه، يعني غلط ركنتها كده تخلي اللي طاير ده يركن معاها.
بس قولوا لي اعمل فيها ايه، مش عارف. ودول طبعا الحمام احنا بنديله حريته. حاجه بقى مهمه قوي قبل ما التانيين دول يبانوا معانا. حلو ان انت تاخد الحمام عليك، تبتدي ان انت تدربه من ايدك وياكل من ايدك. قولوا لي بقى، انا عايزاكم تقولوا لي دي، بصوا هي يعني فيها كحله كده، يعني فيها بتاع بيضه، بصوا هما طايرين اهم اهم، هيركنوا ولا ايه؟ ايوه اهم، شايفينهم؟ لا لا مش عارفه بقى هسمي دي ايه، هسمي ايه. على فكره الحمام ده زي ما قلت لكم اللي عندي من استاذ وائل الشريف اللي كسب في درب النجيب مركز اول من السباقات، وحمام المستشار احمد خليفه رئيس. انا هقف على جنب بقى عشان ما ايه، هما كده ايه عايزين ينزلوا، فانا هدخل وارجع لكم تاني. هكون مجهزه لهم الميه، على الميه بالمحلول الجفاف علشان ان هما يبتدوا يشربوا، ماشي. فاول ما طلبت منهم التأصيلات الناس ما تاخرتش عليا، واستاذ وائل بعت لي، واستاذ والمستشار احمد خليفه ان شاء الله قال لي هبعت لك اول ما اروح. بص بص هو اهو، هو بس عشان انا واقفه المفروض ما اقفش قصاده كده عشان كمان ما يخافش منه ويركب. بصوا هم طايرين اهم يا شباب قدامهم، هروح اقفل الكاميرا ثواني. هم خدوا بالظبط، انا ما منتشتش حاجه، دلوقتي 6 دقايق ونص. هتلاقوا لو انتوا بصيتوا لمده الفيديو هتلاقوها 6 دقايق و31 ثانيه بالظبط. هو لسه اهو طاير، هروح ادخل يكونوا نزلوا عشان هم جعانين. معلومه مهمه جدا، اوعى تطير الحمام على شبع، طيروا على جوع يا شباب. يلا انا مجرد ان انا جبت الميه اهو، رجعوا بصوا يعني هتلاقوا، بصوا مكان الجناح، بصوا بصوا مكان برضو الجو لسه حر، نبقى نبعد المسافه اهم اهم اللي ورا دول. بصوا يا عيني مكان المجهود اللي خدوه، لانهم ما ريحوش هما دلوقتي. يعني هستنى بس دقيقتين كده وابعد، يكونوا واخدوا نفسهم. هنفتح محلول الجفاف اهو الكيس، بصوا بصوا اذا كنتم تتفرجوا، لانهم هم ما ركنوش وهم جعانين، ما كلوش وجبه من الصبح ولا حاجه. يعني دي وجبه بص الفرق بين دول ودول. معلش التليفون فصل اهو، انا هحط نصه بس مش هحط كله عشان هم مش كتير. ابتدي اعمل كده واقلب، بس انا ماسكه التليفون بس عشان يجوا نحط لهم الاكل برضو. تعالوا 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 هنا اهو، هم هيجوا. حاول اشخلل لهم اليس سمارة اليس، نحاول نندهلهم كمان باسمهم عشان يحفظوا على قد ايه ما يقدروا. تعالوا تعالوا هنا. الناس اللي بيسالوني انت بتلبسيهم ازاي، اهو يا شباب انا ببعد. يلا هم بقى ايه هيروحوا، هيروحوا دلوقتي. العين بتاعتي مفيش حاجه ركنت معانا. الست دقايق مش مقياس، او السبع دقايق او العشر دقايق حتى، بس مع التدريب واحده واحده. دول لسه يا دوبك فاكين رشتين اهو. بصوا انا واقفه مش هدخل ولا ههش ولا اي حاجه، هم حافظين ان دي العين اللي انا بحط لهم فيهم الاكل والشرب. هيدخلوا دلوقتي ويشربوا. بس انا معلش لو انا بطول عليكم، بس انا حابه انقل لكم الخطوات اللي انا بعملها. ثواني اقفل بس عشان ده انا اهو. انا عايزه بس الفت انتباههم دي ما بتخشولش. ايوه تعالوا تعالوا. ايوه انا بس بقول لهم الاكل اهو، الاكل اهو، احنا كل حاجه. ادخلي 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 يا صغنطوطه انت بس كده. ماشي يا شباب، هو بيجي بياكل ويشرب، اروح قافله عليه عشان الناس بيقولوا لي بيتحبسي ازاي. بس كفايه النهارده، درس النهارده كده مع بعض. السلام عليكم.